الخبر الثاني برضو من الأهرام بعنوان سحر ومميش يبحثان مع رئيس سيمنز تطوير النقل وإنشاء مركز تدريب في قناة السويس. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وفريق مهاب مبيش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة قابلوا رئيس ومسؤولي شركة سيمنز الألمانية. رئيس الشركة أكد على أهمية زيارة الرئيس لألمانيا خاصة في ظل ما تشهده علاقات البلدين من تطور مستمر في كثير من المجالات. من جانبهم أشاد كل من نصر ومميش بالتعاون القائم بين مصر وشركة سيمنز خاصة في مشروعاتها في مجال الطاقة، ووصفوا المشروعات بنموذج يحتذى به للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. اللقاء تناول إمكانية إنشاء مركز تدريب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير السكك الحديدية والنقل البحري. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أشارت في اللقاء إلى سعي الحكومة للاستفادة من الخبرات الفنية الألمانية والاهتمام بالتدريب، وأكدت أن الحكومة حريصة على الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، وأن قانون الاستثمار الجديد داعم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.